كلام من قلبي ودغري بصراحه من قلبك ودغري. دلوقتي انا بقول بوجه الكلمه دي واخد بالك للشعب المصري كله واخد بالك ايه وانتوا ناس منه ماشي مش انتوا مصريين وشعب مصر كده اهو ومتجوزين وعندكم عيال واخد بالك ايه لما انتوا دلوقتي واخد بالك بتيجوا واخد بالك كل ما موت ده الشعب المصري بقى الكلام ده عليكم انتوا اهو بتيجوا كل مده واخد بالك ايه ده بذات التأمين ده سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عارف ايه غد مش عارف شال من المعاش ايه ولا شال المعاش ولا حط المعاش مش عارف ايه وانتوا بتقولوا عليه ايه اللي هو بتقولوا عليه ده كذا وكذا وكذا كده الله طب ما انتوا اللي اختلتوه ايوه اصل انا مش ممكن اكون مش عايش شاي واخد بالك حد يفرض عليا شاي وكده انا عايش شاي بقول انا عايز كوبايه شاي فانتوا اللي طلبتوه يعني قلتوا ايه نهار الانتخابات قلنا ايه عبد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يخليه لينا والشعب المصري وكده ماشي انا رخر انا كمان زيكم قلت زيكم وكده بس انا قلت من قلبي يعني ما قلتش عشان اسعاره ومش عارف ايه وكده قلت اهو رئيس واخد بالك يمسك مصر وهو شكله راجل كويس ومحترم وكويس وكده ولا خوف ولا كان ولا نين وهو شكله فعلا بجد والله السيد عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى لو هو سامع دلوقتي على النت خلي الكوميدي اتنين وكلام صريح من قلبي بصراحه ما بقى ولا خايف منه ولا حاجه الخوف من ربنا بس هو بصراحه شكله بتاع يعني شكله بيشوفه يقول هو راجل بتاع ربنا كويس السيسي انا بصراحه يعني شكليا يعني ممكن شكليا لاحظ عشان الكلام لازم يكون في حته معينه ويكون موجه في مكان معين ماشي بس هو شكليا بس هو مش بيشكر مين بتقدم الشكر لمين كامل بتقدم الشكر لمين عشان نخلص الفيديو الشكر بقدمه لو هينزل على النت للاستاذ محمد بسام واستاذ طه